تطهر الأنفاس بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا رسول الله الأعظم محمد وآله الهداة الميامين. السادة والسيدات، مع حفظ الألقاب والصفات، فأنتم لها أهل وأصل، وهي لكم زيادة وفضل. السلام عليكم جميعا ورحمة من الله عليكم وبركاته. على ضفاف العلقمي وفي ضيافة حامل اللواء والجود أبي الفضل العباس عليه السلام، وإلى جوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، نجتمع اليوم وفي هذه الساعة المباركة بعد بحث واجتهاد في مضامير الكتب والمعرفة، نجتمع لنختم بالمسك والعنبر أعمال المؤتمر الدولي التخصصي في المعلومات والمكتبات تحت شعار تنظيم المعرفة الرقمية سبيلنا للنهوض بالواقع العلمي والتعليمي، وبعنوان التنظيم المعرفي في البيئة الرقمية الذي يعقده قسم المعلومات والمكتبات بكلية الآداب في الجامعة المستنصرية بالتعاون مع مركز الفهرسة ونظم المعلومات في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، على مدار يومي 27 و28 من شهر شباط عام 2019. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. خير ما نستهل به آيات محكمات مباركات من كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يتحفنا بتلاوتها الشيخ حسين الغزي، فليتفضل. يا الله، خير الأعمال وأطيب الأقوال ذكر محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح،
المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقف الآن للاستماع إلى النشيد الوطني وأنشودة العتبة العباسية المقدسة لحن الإباء. الفضل يا فارس لا يلي تذل المنايا ولا تشتكي. أبا الفضل يا فارس لا يلي تذل المنايا ولا تشتكي. فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء. فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء. وقد كنت جيش الفدا للحسين وقد كنت جيش الفدا للحسين. يفيض علينا بسلسال كلمته العذبة سماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، يتفضل بإلقاء كلمته نيابة سماحة السيد ليث الموسوي عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الأخوة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه من دواعي السرور أن نلتقي سوية لوضع اللمسات الأخيرة لجهود مخلصة دأبت على تحقيق أفضل السبل لإدارة وتنظيم الأوعية المكتبية وفق أحدث الطرق والوسائل التي ابتكرتها العقول المتخصصة في مجال علم المكتبات والمعلومات، متجاوزين الصعاب التي تحكمها الظروف والتقنية المعاصرة. فلا يختلف اثنان على أن البيئة الرقمية ومن خلال التقنية الحديثة فتحت آفاقاً واسعة أمام المستخدمين، وهي في الوقت نفسه أحدثت تحدياً كبيراً أمام المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات بقيامهم بمهمة تنظيم المعرفة، حيث تعددت البيانات بشكل يصعب حصرها فضلاً عن تنوعها واختلاف أوعيتها النصية والصوتية والفيديوية. ويقصد بتنظيم المعرفة كما لا يخفى على حضراتكم في مجال علم المكتبات والمعلومات هو كل ما يشمل العمليات والنشاطات المكتبية كوصف الوثائق وفهرسة وتصنيف المكتبات، قواعد البيانات والأرشفة، بالإضافة لمجمل عمليات الإدارة، أعني إدارة المكتبات. وفي عالمنا العربي مصطلحات رديفة لمصطلح تنظيم المعرفة لها نفس المعنى، منها الخدمات الببغرافية، الفهرسة والتصنيف، والمجموعات المكتبية. وهذا التحدي الكبير أمام المختص في علم المكتبات والمعلومات يجعله أمام مسؤولية بحجم تاريخ علم الفهرسة والتصنيف، والذي تعود أولى ملامح وضع قواعده إلى دليل المتحف البريطاني في سنة 1841 حينما قام السير أنطونيو بنشر القواعد 91 للفهرسة، ثم تبعه ميلفيل ديوي بإصدار ما يعرف بتصنيف ديوي العشري، وهو أقدم معايير ضبط المحتوى في المدرسة الأنجلو أمريكية في عام 1876. وبعد اقتراح ميلفيل ديوي التعاون وتوحيد الجهود بين الإنجليز والأمريكان، تم إصدار أول تقنين دولي سنة 1904 بطبعتين أمريكية وبريطانية، وقد احتوت كلتا الطبعتين على 174 قاعدة تغطي رؤوس البطاقات الوصفية للمؤلفين والعناوين. واستمرت التحديثات على التعديد الوصفي للفهرسة إلى أن تم وضع القواعد الأولى التي ضمت رؤوس المداخل لاسم المؤلف وعنوان الكتاب، حيث تمت مناقشة هذه القواعد في المؤتمر العالمي لقواعد الفهرسة في باريس عام 1961، وصدر عن المؤتمرين بياناً تضمن 12 بنداً عرف بقواعد باريس أو مبادئ باريس. ولم تتوقف التحديثات على هذا الإصدار طويلاً، بل بعدها بعام واحد تم التوصل إلى إصدار المعيار الجديد لقواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية في نسختين، نسخة بالنص الأمريكي الكندي ونسخة بالنص البريطاني. وفي عام 1977 بدأ برنامج الفهرسة التعاونية في إسناد الأسماء، وتم إنشاء هيئة لصيانة هذا البرنامج داخل مكتبة الكونغرس، وأعطى فرصة أفضل للمكتبات المشتركة للفهرسة التعاونية، واكتسبت الملفات الاستنادية الصفة الدولية بانضمام مكتبات من عدة دول إلى هذا البرنامج. واستمرت التعديلات على قواعد الفهرسة، أي فهرسة الأنجلو أمريكية، فصدرت النسخة الثانية منه
عام 1978 تحت اسم الأنجلو أمريكية الجيل الثاني، لتتوالى المراجعات على تلك الطبعة في الأعوام 1988 1998 2002. وفي خضم الثورة المعلوماتية الهائلة الذي أحدثته تقنية الاتصال والتواصل، تبين عدم جدوى ترقية الجيل الثاني من قواعد فهرسة الأنجلو أمريكية النسخة الثانية أو الجيل الثاني. من خلال ما أكدته الأبحاث والتجارب العملية من عدم قدرة هذه القواعد على مواكبة هذا الكم الهائل من المعلومات واللحاق بركب التطور التكنولوجي السريع، فكان التوجه لإصدار قواعد جديدة للفهرسة تستطيع مواكبة هذا التطور وتكون مرنة ومتوافقة مع تكنولوجيا المعلومات الحديثة. فكان العمل على إصدار قواعد نظام RDA، حيث تجاوزت قواعد RDA الفهرسة إشكاليات القواعد السابقة لقواعد فهرسة الأنجلو أمريكية الجيل الثاني بمرونتها وتوافقها مع المبادئ والمعايير الدولية الجديدة للفهرسة الوصفية والموضوعية والنشر على الأنترنت، ويمكن استخدامها في مجتمع المكتبات والبيئات الثقافية المختلفة مثل المتاحف والمعارض والمكتبات الصوتية ومكتبات الأفلام، كذلك تستعمل في الإرشيفات وكذلك قطاعات النشر والمزودين وغيرها. وهو يطبق الآن في مكتبة هذا النظام أو قواعد RDA، وهو يطبق الآن في مكتبة الكونغرس وغيرها من المكتبات، ومنها مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. أخوتي الأفاضل، إن غايتنا من هذه الإطلالة التاريخية لتطور آليات وأنظمة الفهرسة والتصنيف لنذكر أنفسنا بأن واقع التقنية التي بين أيدينا لم تأتي دفعة واحدة بين ليلة وضحاها، بل جاءت عبر أزمان بعيدة وجهود مضنية تواردت عليها عقول وأفكار المختصين جيلا بعد جيل، حتى وصلت إلينا على طبق من ذهب. فما علينا إلا أن نحسن ونستوعب استخدامها مع إفراغ وسعنا، سعياً لامتلاك القدرة والمكنة لتحديثها بما يتوافق مع خصوصيات أوعيتنا المكتبية وحاجات باحثينا لها. ومن هذا المنطلق، فلقد حرصت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة ومن خلال مركز الفهرسة والتصنيف على مواكبة التطور في تقنية الفهرسة والتصنيف، وذلك بالعمل على آخر التحديثات التي جرت على قواعد أنظمة الفهرسة، بالإضافة إلى حرصها الدائم على إشراك كوادرها في الملتقيات والمؤتمرات التخصصية التي تتبناها المؤسسات والمراكز ذات العلاقة، وما هذا المؤتمر المبارك الذي عقد بالاشتراك مع قسم المعلومات والمكتبات في كلية الآداب الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات إعلم، إلا حلقة من الحلقات الإجرائية والعملية التي مكنت كوادرنا من إتاحة المجال أمام المستفيدين للوصول إلى مصادر معلوماتهم بكل دقة وشمولية وبأيسر الطرق، متجاوزين بذلك الجهد والوقت الكبيرين اللذين كانا عقبة كؤود أمام الباحثين. أخوتي الأفاضل، إن أهمية هكذا مؤتمرات تكمن في الأهداف المعلنة المرسومة من قبل القائمين عليها، فلو طالعنا الأهداف الكبروية المعلنة لمؤتمركم هذا وما يصبو إليه لاستخلاص الآليات الداعمة أو الداعية لوضع مسارات عملية وناهضة لإدارة وتنظيم المعلومات في ظل البيئة الإلكترونية العملاقة، مع الإيمان الكامل بضرورة تعزيز التعاون العربي في هذا المجال
من خلال تبادل الرؤى والأفكار بين باحثينا والباحثين العرب والأجانب لتهيئة البيئة السليمة لتنظيم المعرفة الرقمية خدمة للمستفيدين. أمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد وتحقيق ما تصبون إليه، شاكرين وممتنين لكل جهد مخلص بذل لإنجاح وقائع ومخرجات هذا المؤتمر التخصصي الأول، معاهدين الأخوة الأكارم، شركاء ومؤسسات وباحثين، على أن أبواب الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة مشرعة أمامكم في هذا المضمار وغيره، ما دام يقع ضمن تحقيق آليات تنظيم المعرفة وامتلاك أحدث التقنيات، تقنيات الفهرسة والتصنيف. وقبل الختام، لا يفوتنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة الجامعة المستنصرية ولعمادة ورئاسة قسم المكتبات في كلية الآداب، حيث كانوا خير عون وشريك لنا لإنجاح هذا المؤتمر. وافر الشكر والتقدير لجناب الدكتور الحلبي رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات إعلم، ونائبه الأستاذ الفاضل لحضورهما الشخص الداعم ولتعاونهم الجاد لإقامة هذا التجمع المبارك. وكذلك الشكر موصول لجميع الأخوة الأفاضل والأساتذة الأكارم ورؤساء الجمعيات وأمناء المكتبات المحلية والعربية لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة لدعم المؤتمر. كذلك نمتن بالشكر الجزيل لجميع الأساتذة الباحثين الذين أطلوا بروائع أفكارهم الناهضة بغية تحقيق أهداف هذا المؤتمر. ولا ننسى حضورنا الكريم، بوافر شكرنا وتقديرنا لهم، فإطلالتهم بين ظهرانينا ساندا وداعما لنا. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نسأل المولى تعالى بدوام التوفيق والسداد لهذه الجود الخيرة والمخلصة من أجل تحقيق سبل الارتقاء بواقع فهرسة وتصنيف الأوعية المكتبية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد الموسوي على كلمته. في ضوء توصيات المؤتمر العلمي الثاني للفهرسة والتصنيف، يتفضل السيد حسنين أحمد الموسوي بإلقاء كلمة مركز الفهرسة ونظم المعلومات في العتبة العباسية المقدسة. خاتم النبيين. في عام 2017 أقمنا الملتقى العلمي الثاني للفهرسة والتصنيف، وأغلب الحضور الكريم كان موجود في هذا الملتقى. وذكر الدكتور سلمان جودي ألقى بالتوصيات للعمل على فعالية هذا المؤتمر. بعد الملتقى الثاني والنجاح اللي استطاع انه يتقدم به هذا المؤتمر، عملنا على مشاريع عدة حسب التوصيات. راح اعطيكم موجز قصير عن اعمال مركز الفهرسة ونظم المعلومات خلال هذه السنتين المضت، وشنو عمل هذا المركز وشنو حققه من التوصيات. المركز حقق 7 مشاريع خلال سنتين، منها دورات في الفهرسة الحديثة وقواعد الـ RDA، دورات في إدارة نظام كوها ونظام الـ D-Space للمستودعات الرقمية،
المشاركات الخارجية والداخلية بورشات عمل وندوات ومؤتمرات ومحاضرات، عمل مجموعة بروتوكولات مع مجموعة مؤسسات دولية وحكومية ضمن مقعد في ممثل عن العراق في المكتبات العامة في الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات، مساهمة في النشاطات الفنية العلمية، مشروع فهر الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين. عمل حوالي 17 دورة في قواعد الـ RDA وتنصيب برنامج كوها لـ 17 جامعة في ربوع العراق، وهذا لو تشوفون من جامعة بغداد إلى جامعة كركوك، في التدريب العاملين في المكتبات وتقسيم الخدمات والزيارات على المكتبات. وهذه مجموعة صور للدورات اللي قامها مركز فرز خلال السنتين للجامعات والمكتبات العامة. أيضا هذه دورات خاصة بنظم المعلومات على نظام كوها والنظام الدي سي بي اس الخاص بالمستودعات الرقمية. المشاركات الداخلية، شارك المركز بأكثر من 8 مشاركات داخلية في الجامعة المستنصرية قسم المكتبات وفي جامعة البصرة قسم المكتبات وأيضا في المركز الثقافي البغدادي وفي جامعة ذي قار. المشاركات الخارجية كانت له الحصة الأكبر، طبعا المشاركات كانت يا أما ببحوث يا أما بورقة عمل. لو تلاحظون المشاركات الخارجية من تونس إلى ماليزيا إلى القاهرة إلى الأقصر إلى عمان إلى دبي إلى النشرة الأخيرة اللي صدرها الاتحاد العالمي للمكتبات بخصوص أنه مكتبة العتبة العباسية مركز الفارس منظم معلومات هو أحد ممثلينا في العراق. لو تلاحظون هذه الأهداف التنمية المستدامة اللي حققناها في مركز الفهرسة ونظم المعلومات، حققنا 4 أهداف من مجموع 17 هدف أطلقتها الأمم المتحدة وتبناها الاتحاد الدولي للمكتبات. الهدف 11 هو فهرسة المخطوطات، حفظ التراث المخطوط. الهدف 3 هو تعليم المستمر، سوينا دورات لمدارس العميد الأعضاء المكتبة المدارس العميد. الهدف 17 هو نشر الأهداف في تحقيق التوعية الاجتماعية. الهدف 4 هو التعليم الحر. هذه صور من المساهمة في عمل ورشات عمل بالمشاركة مع أساتذة أجلاء من قسم المكتبات المعلومات، ندخل معاهم بصفة مدربين بالجهة العملية والأساتذة الجهة النظرية عليهم، طبعا في الجامعة المستنصرية. البروتوكولات اللي حققناها 7 بروتوكولات، لو تلاحظون انه البروتوكول الأول كان المشكلة انه الحاسبة شوية هنا ما تطلع بسرعة. أتصور إن هنا أوضح 7 بروتوكولات عمل، من ضمنها بروتوكول اتفاقية التعاون بين الاتحاد العربي للمكتبات ومكتبة العتبة العباسية. آخر مشروع أطلقناه تقريبا قبل أقل من أسبوعين هو مشروع الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين. هذا المشروع مدة العمل كانت فيه تقريبا ما يقارب السنة. يعني ألخص لكم أنه ليس سوينا هذا المشروع بعجالة، وأنا أدري بكم تعبانين من الصبح وأرجو المعذرة، بس هذا المشروع جدا مهم. إحنا كنا مشاركين
في موقع الفي اي اف، المفارسين يمكن يعرفون هذا الموقع، انه هذا الاسماء الرسميه العالميه لكل بلد اسمه في اي اف، فكنا مساهمين به. وبعد 6 شهور اجانا تقرير من عندهم انه الموقع خصص للمكتبات الوطنيه، فشالوا اسمنا من هذا الموقع. طبعا كنا رابع مكتبه بعد مكتبه الاسكندريه ومكتبه المغرب ومكتبه قطر العامه، كنا احنا الرابع. بعدين صممنا انه نسوي فشي للمؤلفين العراقيين. الاخوان في الملف السنادي عندهم كم هائل من المؤلفين العراقيين، ما يقارب 6000 اسم للمؤلفين العراقيين. فحثنا عرضنا المشروع على رأسة القسم، ورأسة القسم باركوا هذا المشروع. فالحمد لله وشكرا انطلق هذا المشروع. من ضمن هذا المشروع هو عبارة عن 4 مشاريع. عدد المؤلفات اللي به حاليا 6000 مؤلف عراقي. عدد المكتبات مواقعها وتصميمها واللينك الخاص بها 1500 مكتب حاليا بين مدرسية وجامعية وعامة ومتخصصة. عدد المؤلفين الداخلين بهذا بصورهم 4000 مؤلف. هذا آخر مشروع انطلق، وإن شاء الله العمل جاري على مجموعة مشاريع. احنا حددنا خلال سنتين 11 مشروع، منهم انطلق حاليا 5، وإن شاء الله بالقريب العاجل يعني الأيام الأخرى راح ينطلق عندنا مشروع آخر، وإن شاء الله نستمر على 11 مشروع نكملهم بإذن الله تعالى. أكو فد فيلم راح أراويكم إياه، يعني وصلنا مؤخرا من الإخوان بخصوص اختيار مكتبة العتبة العباسي من ضمن أفضل المكتبات العربية التي استخدمت قواعد الـ RDA، وإن شاء الله راح يعرضوه الإخوان. وشكرا جزيلا لاستماعكم. For the interest in the events that happened in the Arab region, many events happened by professionals, representatives in the Arab community. It's therefore digital archiving, they introduced many events on RDA. Arabic Union Catalog, Arab Federation for Libraries and Information, AFLI, in cooperation with the Sudanese Association for Libraries and Information. AFLI and BA in cooperation with library experts. Siberians, the Arabic Portal for Librarianship and Information, National Libraries, Qatar, Lebanon, and Egypt, and Academic Libraries, Zayed University Library, Oman Library Association, Museums and Archives as Libraries and House of Manuscripts of Al Ataba, Al Abbasiyya, Iraq. شكرا جزيلا للسيد حسنين أحمد الموسوي الذي وضعنا في صورة الأنشطة والفعاليات التي قام بها مركز الفهرسة ونظم المعلومات في العتبة العباسية المقدسة. يتفضل الآن الأستاذ الدكتور مهدي الغزالي، معاون عميد كلية الآداب للشؤون العلمية والدراسات العليا في الجامعة المستنصرية، لقراءة توصيات المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الأرجاس وطهرهم من الأدناس وجعل أجر رسالته مودتهم على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. السادة الحضور، مع حفظ المقامات والألقاب، السادة الباحثون من داخل العراق وخارجه، الأساتذة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. سيرا على خطى المؤسسات الأكاديمية الرصينة في إقامة المؤتمرات التخصصية، تعقد كلية الآداب بالجامعة المستنصرية
وبالتعاون مع قسم الفارسة في العتبة العباسية المقدسة ومساهمة الاتحاد العربي للمعلومات والمكتبات المؤتمر الدولي التخصصي الأول في علم المعلوماتية والمكتبات للمدة من 27 إلى 28 شباط 2019 تحت شعار تنظيم المعرفة الرقمية سبيلنا للنهوض بالواقع العلمي والتعليمي. لا يخفى على المتتبعين والمختصين التنامي المتسارع للمعرفة في البيئة الرقمية، لذا برزت الحاجة إلى أهمية وجود طرائق جديدة لتنظيم المعرفة الرقمية وتعزيزها وتحسين فرص بغية تحسين فرص الباحثين في الوصول السريع إلى المعلومات والإفادة منها في المجالات العلمية والتعليمية. وفي هذا الإطار سعى المؤتمر لتحقيق جملة من الأهداف هي: أولاً، تناول التطبيقات الحديثة في مجال المعايير والتعلم والنظم الخاصة بالفهرسة، مناقشة القضايا الخاصة بالفهرسة في البيئة الرقمية في المكتبة العربية وتقديم الحلول للمعوقات التي تواجهها. 3. تهيئة الظروف العلمية لتبادل الأفكار والرؤى بين الباحثين العرب للنهوض بواقع عمل المكتبات ومؤسسات المعلومات في مجال تنظيم المعرفة الرقمية. 4. بحث إمكانية تعزيز التعاون العربي في مجال الرقمنة وتطوير المستوعبات الرقمية التخصصية في حقول المعرفة المختلفة. 5. التعرف على إسهامات أقسام المعلومات والمكتبات في العالم العربي عن طريق تطوير برامج التأهيل الأكاديمي وتحديثها في مجال الفهرسة والتصنيف. 6. بحث الجهود العربية في مجال تنظيم المعرفة الرقمية باللغة العربية على الأنترنت. 7. توظيف آليات في كيفية إدارة المعلومات وتنظيمها في ظلال البيئة الإلكترونية. 8. تقييم جهود مؤسسات المعلومات والمكتبات في العالم العربي في مجال الفهارس الرقمية وأساليب تنظيمها. ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر قد شارك فيه عدد من باحثين من بريطانيا ومصر والجزائر ولبنان والمغرب والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإيران، فضلا عن الباحثين من الكليات والأقسام العلمية المناظرة في الجامعات العراقية الحكومية والخاصة بأبحاث تتعلق بموضوعات تحمل الفكرة الرئيسة للمؤتمر أو إحدى محاوره الفرعية. وقد حرصنا على قبول الأبحاث والأوراق العلمية الرصينة المنسجمة مع محاور المؤتمر وأهدافه المنشودة، فتنوعت العناوين وتميزت المضامين بتنوع هويات المشاركين ومشاربهم المعرفية. وقد وصلنا أكثر من 55 بحثا من جامعاتنا ومراكزنا البحثية فضلا عن المشاركة الخارجية كما أسلفت. وتم تحكيم الأبحاث وفقا للمعايير الأكاديمية بعد عرضها على نظام الاستلال الإلكتروني ولجان الخبراء المختصين. لذلك العفو، اعتمدت لجان الخبراء المختصين 36 بحثا وورقة عمل، ونشرت وقائعها في كتاب وضعناه بين أيديكم الكريمة. وبعد عرض المشاركين لبحوثهم طوال أيام المؤتمر توصلوا إلى مجموعة من التوصيات يمكن للجهات المعنية الإفادة منها وتطبيقها للنهوض بواقع المعرفة الرقمية وتوظيفها في مجال العلم والتعلم. لقد جاءت التوصيات على النحو الآتي: أولاً، أن تقوم الجامعات والمؤسسات البحثية في القطاعين الحكومي والخاص في العراق والعالم العربي باعتماد أحدث أساليب الفهرسة الحديثة للمعلومات لتكون في متناول الباحثين في فروع المعرفة المختلفة. ثانياً، إضافة المستجدات الإلكترونية والرقمية لخطط تصنيف المكتبات التي نشأت في البيئة الرقمية والتي ظهرت على شبكة الأنترنت في بداية القرن 21، وهذا يقع على عاتق أقسام المؤسسات الأكاديمية المعنية كافة. ثالثاً، إن افتقار المواقع العربية لمصطلحات دقيقة عن التخصصات العلمية في محركات البحث العالمية يتطلب جهداً استثنائياً من الباحثين العرب المختصين كافة على أن يكون مدعوماً من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد العربية جمعاء. رابعاً، ضرورة زيادة اهتمام الجامعات بعمليات إدارة المعرفة وتوظيفها في تحسين العمل بالمكتبات والإسهام بتوفير شبكة تواصل بين مكتبات الجامعات في العراق والوطن العربي لتبادل المعرفة والخبرات فيما بينها. خامساً،
ضرورة إلاء المزيد من الاهتمام ببرمجيات المصدر المفتوح من خلال إقامة ورش عمل وحلقات نقاشية تشمل معظم العاملين في مؤسسات المعلومات العراقية. سادساً، ضرورة تبني برمجيات المصدر المفتوح في معظم أعمال المؤسسات العراقية نظراً للمميزات والإيجابيات التي تتمتع بها. سابعاً، الاهتمام بالعاملين في مجال فهرسة الأوعية المكتبية لغرض الإفادة من خبراتهم ومعرفة النقص في تغطية رؤوس الموضوعات لكي تؤدي دورها كاملاً، وكذلك لا بد من إعداد دليل بالمختصين في مجال المكتبات والمعلومات فضلاً عن الإفادة من تبادل الخبرات والممارسات العملية. ثامناً، إن العصر الرقمي الذي هو وليد التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات قد أفرز الكثير من الإيجابيات فضلاً عن بعض السلبيات، منها الجريمة الإلكترونية والإدمان الإلكتروني وإمكانية انتحال الجهد الفكري والعلمي للآخر عليه. لا بد للمؤسسات التشريعية في العراق والبلاد العربية إصدار التشريعات الصارمة والرادعة التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين. تاسعاً، حث المكتبات ومراكز المعلومات العراقية للاشتراك في موقع في الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين عن طريق إرسال البيانات الخاصة بهم لمركز الفهرسة ونظم المعلومات في العتبة المقدسة لتقنين الأسماء وفق القواعد الحديثة وجعلها متاحة في الموقع الإلكتروني. عاشراً، الإفادة من التطورات الحديثة في مواقع وصف المصادر RDA وإتاحتها ومعرفة تطبيقها على مصادر المعلومات وفي ذات الوقت الانتقال من المرحلة القديمة ومواكبة التطور. 11، على المكتبات المركزية الجامعية استثمار تطبيقات الانترنت الاتصالية بشكل فعال وسليم في مواقعها الإلكترونية وإيلائها أهمية في التواصل مع المستفيدين عن طريق مشاركتهم برسم سياسة المكتبة ومعرفة اتجاهاتهم واحتياجاتهم. 12، ضرورة اعتماد الملاكات البشرية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وذلك لضبط عملية الفهرسة والتصنيف أو إدخال العاملين على شكل دفعات في الدراسة في أقسام المعلومات والمكتبات من أجل إكسابهم الخبرات والمعلومات اللازمة والكافية لأداء أعمالهم على أكمل وجه. 13، بلورة صيغة لعقد الدورات التدريبية بين قسم تكنولوجيا المعلومات وموظفي المكتبات الجامعية الغرض منها الإفادة من خبراتهم العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات. 14، ضرورة ربط المقررات الدراسية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة في مؤسسات المعلومات بأنواعها المختلفة. 15، وأخيراً، العمل على إنشاء مشروع الفهرس الموحد للمخطوطات العربية لتسهيل الوصول إليها والعمل على إتاحة نسخ المخطوطات رقمياً. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العميق للباحثين كافة وخاصة من تجشم عناء السفر من خارج العراق آملين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني العراق وسلامة العودة لبلدانهم. ولا يفوتنا أن نخص بالشكر العتبة العباسية المطهرة لما قدمته من تسهيلات في إقامة المؤتمر الدولي التخصصي كتب بكربلاء المقدسة في 24 من جماد الآخر للسنة الهجرية 40 بعد 400 الموافق للأول من شهر آذار للسنة الميلادية 2019. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والامتنان لجناب الأستاذ الدكتور مهدي الغزالي، ونأمل أن تأخذ هذه التوصيات طريقها إلى التنفيذ إن شاء الله تعالى. أستأذن السيد ليث الموسوي عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة لارتقاء المنصة لأجل تقديم عدد من الدروع على الأساتذة
أو إلى الأساتذة الذين أسهموا بشكل فعال في إنجاح هذا المؤتمر. درع مقدم للدكتور سلمان جودي، رئيس قسم المعلومات والمكتبات في جامعة البصرة. درع آخر مقدم للدكتور علي عبد الصمد، التدريسي في قسم المعلومات والمكتبات في جامعة البصرة. درع آخر مقدم للدكتورة آمال عبد الرحمن، التدريسية في قسم المعلومات والمكتبات في جامعة البصرة. ودرع آخر للدكتور نجيب الشوربجي من الأردن. درع آخر للسيد علي مبارك، رئيس جمعية المكتبات البحرينية. ودرع للأستاذة سناء عثمان، عضو جمعية المكتبات الفلسطينية. أيضا درع تكريمي للأستاذة رندا شدياق، ممثلة الاتحاد الدولي للمكتبات. نشكر سماحة السيد ليث الموسوي، جزيل الشكر. الآن نبدأ بتوزيع الدروع والجوائز على البحوث الفائزة، وأستاذن الدكتورة فريدة دارة، عميد كلية الآداب في الجامعة المستنصرية، للصعود إلى المنصة. الدرع الأول للباحثة نعيمة حسن جبر، جامعة السلطان قابوس في عمان. الجائزة الأولى، عذراً.
إذن البحث الفائز بالجائزة الأولى للباحثة الأستاذة نعيمة حسن جبر من جامعة السلطان قابوس عمان. الجائزة الثانية للبحث الفائز بالجائزة الثانية الدكتور حميد الهاشمي، الباحث الدكتور حميد الهاشمي من الجامعة العالمية في لندن المملكة المتحدة. الجائزة الثالثة للأستاذ الدكتور الأستاذة الدكتورة خلود علي العريبي، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد. ومساعد الأستاذ المساعد الدكتور ابتسام حاتم جاسم، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية أيضا. والباحث أحمد محمد عبد الأمير من مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. إذن الجهد مشترك. شكرا جزيلا للدكتورة فريدة دارة. أستاذن السيد مصطفى ضياء الدين عضو مجلس إدارة العتبة العباسية لارتقاء المنصة لأجل توزيع عدد من الجوائز. هذه الجوائز للبحوث المتميزة، ونبدأ بالباحث الأستاذ الدكتور صباح محمد كلو، جامعة السلطان قابوس عمان. أيضا جائزة لبحث متميز آخر للباحث الدكتورة أمل قشور من الجامعة اللبنانية. وأيضا الأستاذ المساعد الدكتور رشيد حميد مزيد من جامعة ذي قار العراق. نشكر السيد مصطفى ضياء الدين عضو مجلس إدارة العتبة العباسية. وأستأذن الدكتورة خلود عريبي رئيس قسم المعلومات والمكتبات في الجامعة المستنصرية لارتقاء المنصة لأجل توزيع بقية الجوائز على البحوث المتميزة. جائزة للأستاذ عماد فرهود محيي، جامعة ذي قار العراق، مدرس مساعد عماد فرهود محيي، جامعة ذي قار العراق. أيضا جائزة للباحث الأستاذ كمال بور قزازة، معهد علم المكتبات والتوثيق في الجزائر.
يبدو أنه سافر أو اعتذر عن الحضور. نعم. الأستاذ المساعد فرح سبيتي من الجامعة اللبنانية لبنان موجودة؟ أيضا يبدو أنها سافرت وتتسلمها بالنيابة السيدة. وأيضا الباحثة هاجر زين أمينة مكتبة في وزارة البيئة في لبنان. حضرتك؟ نعم. البحث مشترك إذن. نعم. الأخير الأستاذ المساعد جعفر حسن جاسم جامعة ديالى العراق. جزيل الشكر للدكتورة خلود. ختاما نتوجه بالشكر والامتنان إلى السادة المشاركين والباحثين، سواء من فازوا ومن فازوا أيضا بشرف المشاركة في هذا المؤتمر العلمي القيم الذي رعته العتبة العباسية المقدسة من خلال مركز الفهرسة ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الجامعة المستنصرية العريقة الأصيلة وكذلك الاتحاد العربي. شكرا جزيلا لكم ووفقكم الله لمزيد من الخير في خدمة عراقنا الحبيب وأمتنا الإسلامية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الهداة الميامين.